اليوم الدستور يسمح بعديد الأشياء. تطبيق برنامج هو شخصية الرئيس والدستور من جهة. إذا كان رئيس قوي، رئيس عنده برنامج واضح، رئيس عارف إيش يعمل، كما هو حالي أنا بكل صدق، برنامجي حاضر، فريقي حاضر، عارف بالضبط إيش مش نعمل في ميدان التنمية، إيش مش نعمل في ميدان الأمن، إيش مش نعمل في ميدان العلاقات الخارجية ونتحدث عليها من بعد، وإيش مش نعمل في ميدان إشعاع تونس وفي ميدان الأمن. واضح كل وضع فريقك من المستشارين، معناتها باش تهز مستشارين حاضرين، خبراء حاضرين مستشارين، لكن باغتتنا الانتخابات ما نجموش نعلنوا عليهم الان. ولهذا الدستور ما يمنعش رئيس الجمهوريه، واللي يظن بانه رئيس الجمهوريه اليوم ما ينجمش ينقذ البلاد وما ينجمش يفعل برنامجه على خاطر الدستور يمنعه، هو اما رئيس ضعيف او رئيس ما عندوش برنامج ومش عارف ايش يعمل.